يا ترى ممكن نحضر وصفاتنا العربية وكمان بطريقة صحية؟ أكيد ممكن، باستخدام أفضل المكونات ومراعاة طريقة الطهي السليمة، والأهم المحافظة على الطعم البيتي، وكمان هيكون عندنا أطيب الوصفات وطعمها فعلا بيتي. أنا وكيكل حضرنا لكم قوائم طعام لتختاروا منها 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفاف، هيوصلوا لكم لغاية الباب، ومش بس طعمهم حلو وكمان بسعرات حرارية محدودة.